subscribe for mommy. لا تنسوا تضغطوا الجرس. مرحبا، هاي جايز. في اليوم قاعدة أفكر أعمل وصفة. الوصفة هذه بجيبه من دال كتاب تكلمت عنه مرة كتير، اسمه من فن الطبخ السعودي، عمره أكثر من 30 سنة. This is more than 30 year old book. والوصفة اللي بعمل لكم هي الوصفة الأصيلة من منطقة المدينة اسمها قاضي قوده. I want to make this recipe from مدينة، وحمشي على نفس الوصفة في الكتابة. I'm going to do the same recipe. بس عندي سؤال سريع قبل لا أبدأ. ملعقة شاي خميرة بيرة، إيش هي الخميرة البيرة؟ What is a beer yeast؟ لو تعرفوا خبروني. If you know let me know. هذه المقادير. These are the ingredients. خميرة، yeast، baking powder، دقيق الرز، rice powder، توم، فلفل أسود، black pepper، بيضة، دقيق القمح. I'm using wheat flour. بس تقدروا تستخدموا دقيق أبيض. You can use white flour. اللحمة المفرومة بالشحم. I have here meat with a little bit fat والموية. حط لحمة المفرومة. We're gonna add the minced meat. هذه تقريبا 250 جرام. It's around 250 grams. هنضيف التوم، the garlic، فلفل أسود، black pepper، رش شوية ملح. We're gonna add a little bit of salt. دقيق الرز، rice flour. حنخلطها كلها زي الناس. We're gonna mix everything properly. حنكورهم تقريبا مقاس نص بيضة. We're gonna make it into like a size of a half of an egg. هنا حميت طاوة. I heated the pan. وهنحط اللحمة فيها بس نخليها تمسك بعضها so it combines together properly. دقيق. I'm gonna put the flour. Baking powder. استخدمت خميرة عادية. I used normal yeast. حنحط حبة بيضة. We're gonna put one egg. حنضيف شوية موية علين الكمية تكون كده خفيفة شوية. We're gonna put little water till it becomes a bit light. كده تخنها صار زي الكيكة الدخينة. It's like thick cake. شوفوا لما حط الملعقة كيف يصير من ورا. يغطي الملعقة. الملعقة ما تبان. You can't see the spoon. نرجع للحمة حقتنا. نقطة مهمة لما تحطوا اللحمة لا تقعدوا تقلبوها عشان لا تتكسر عليكم. خلوها تمسك وبعدين أبدأ أقلبوها. Don't start turning it from the beginning. الحين حنقلبها على الجهة الثانية وكمان نخليها تتحمر من الجهة الثانية. We're gonna let it roast from the other side as well. موية. I'm gonna add a little bit water. وغطيها وأخليها تطبخ. I'm gonna cover it and let it cook. الموية نشفت تقريبا 15 دقيقة. It's been around 15 minutes. The water dried. الحين حنشيلها ونحطها على جنب. We're gonna remove it and put it on the side. حنقليها. Now we're gonna fry it. حناخد واحدة من اللحمة. We're gonna take one of the meats. الحرارة تكون متوسطة، مو يكون مرة حار. It's medium heat, not too hot. حنقليها عليه لما لونها يصير ذهبي. We're gonna fry it till it becomes golden brown. كده صار لونها ممتاز. This is a perfect color. لا تخلوها زيادة عشان ما تسود عليكم. Don't keep it more so it doesn't become black. هذه وصفتنا النهائية. This is our final recipe. كده صار شكلها. أنا حماتي من أهل المدينة وتحط جنبها طحينة. ما أعرف إذا هذه الوصفة الأصلية ولا لا، ما هي موجودة في الكتاب. I don't know if this is original طحينة with it or not, but my mother-in-law does it. ويعطيكم ألف عافية. Thank you.